كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، الله يحفظكم. انا راه ولات يعجبني صراحه ندير لي فيديو، لانني على قبل داك لي كومونتير اللي كتصيفطوا ليا كيعجبني نقراهم صراحه، وكنحس بانه كاين واحد التفاعل بيني وبينكم. وسمحوا لي بزاف الا ما كنجاوبش في لي ميساج، ولكن الحمد لله وليت كنعرف راسي انني كندير واحد المحتوى هادف، ويا ريت لو نولي ندخل شي شويه في لو ديتاي ديال لونتربريز المقاوله، لانه بعض الناس بغاونا ندخلوا شي شويه في المقاوله، ولكن مع كامل الاسف مازال حنا واصلين لذاك لو ستاد، داك النيفو ديال خاصنا الشباب ديالنا اليوم الجيل ماشي شي باني، انا باقي صغير، ولكن ملي كنشوف راسي عندي 35 عام ولا 36 عام وكنشوف شي دراري كيفاش كيتكومبورطاو عندهم 20 21 عام، كنقول يا لطيف صراحه، ما اكثر منا كاع راه بواحد العقليه بيزار ولا بيزار. ما تنقولش كلشي، كاين بعض الناس اللي ما مأطرش، ما كاينش اللي غادي كوتشيه ولا اللي غادي يقول له، الله يحسن العون، بزاف ديال الضغوطات وبزاف ديال سميتو لا العائله لا المجتمع لا هذا. الو، في هذه الحلقه هذه الشباب انا بغيت نهضر معكم، الله يجازيكم بخير، في هذا الشباب اليوم الدراري، انت عندك 20 عام ولا عندك 19 عام، شديتي الباك ديالك دايخ، علاش ما تدخلش تقرا؟ علاش ما ديرش لي فورماسيون؟ علاش من كتسالي البكالوريا ديالك يا خديتي الباك يا ما خديتيش الباك، علاش ما كتجلسش مع راسك وتفرح تفرح الوالده وتقول لها الوالده راه غنمشي ندير واحد لا فورماسيون وغادي نمشي نقرا اي حاجه تفيدني حرفه؟ راه اليوم الشباب الدراري الله يجازيكم بخير، راه سعدات اللي عنده حرفه. انا تنقول حنا واخا هكاك حنا قارين داكشي ديال ماركتينغ، قارين شويه ديال لا فينونس، مزيان تنقولش ما مزيانش، ولكن اللي حريفي راه سعداتو، سعدات اللي حريفي، سعدات اللي كيعرف النجارت، سعدات اللي ميكانيسيان، سعدات اللي الكتريسيان، سعدات اللي بلومبي، سعدات اللي نجار. تحيه كبيره لهاد المهنيين اللي كيخدموا بيديهم، والحمد لله ميسر عليهم الوقت. اللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد. انت باقي صغير، انت يالله تزاديتي، انت باقي ورقه بيضاء صاحبي، باقي ورقه بيضاء، باقي زوين وكتخسر راسك. انا هاد الحلقه هادي عاوتاني ما بغيتش نهضر على المقاوله، ما غنهضرش على المقاوله، لانه كنشوف بعض الشباب ضايع اليوم، ضايع مضيع راسك، ماشي ضايع على المجتمع، على الدوله ما دارت لك والو، راه انت مضيع راسك، مضيع عائلتك، والديك، صحابك، الناس اللي دايرين بيك، وسختي الوقت على والو هكاك. علاش؟ لانه واحد العقل عندك ما بغاش يفكر، باغي الفلوس، انت باغي الفلوس، ملي كتفيق الصباح وانت باغي الفلوس، ولكن باغي الفلوس عن واحد الطريقه عنيفه. دراري الله يرحم لكم الوالدين، ما عرفتش واش هاد الفيديو غادي توصلكم ولا ما غاتوصلكمش، ولا غتفرج فيا، ولا ملي غتشوفني غادي تدوز. انا كنهضر معاك انت اللي باقي صغير اصاحبي، باقي صغير. حيد عليك داكشي اللي كدير، واتق الله ونوض تخدم، دبر على راسك. اليوم راه كاينين مراكز، اليوم كاينين جمعيات، اليوم كاينين مؤسسات، دخل اصاحبي تعلم شي حرفه، عطي لراسك شويه ديال الوقت، نوض في الصباح. شحال من واحد فينا اليوم كيموت على والديه؟ انت ولا انت اللي كتفرجي فيا دابا وكتشوف فيا، ما كرهتيش تشوفي امك فرحانه؟ ما كرهتيش تشوف والديك فخورين بك، عائلتك كيضربوا بك المثال، وانت مخبي كتخرج في الصباح وما كتدخل تنسى صد الليل؟ علاش اصاحبي؟ علاش؟ يقول لي علاش؟ لماذا؟ راه الوقت ما بقاتش بغات هادشي، خصك توعى. شوف انا غادي نعاونك في هذا الفيديو، ما غنبقاش نخبر عليك ونعطيك الموعظه، لانه اعتبرني كاخ، انا عندي واحد الوليد صغير اللي اليوم كنحاول انه ان شاء الله باذن الله وبجهد الله يكون راسه. راه لي بارون الوالدين ديالنا راه تيوصلوا لواحد المستوى وكيحبسوا. واش في 2021 غينوض يبدا يسلخ فيك؟ واش في 2021 عام غادي يبدا يربطك باش ما تخرج؟ لا يمكن، كتولي انت تبارك الله اكبر من باك ولا اكبر من امك. عيب هادشي، هذا خصك انت تكون مسؤول على راسك. كندوي على الدراري ديال الدار البيضاء، كندوي على مراكش، كندوي على طنجه، كندوي على المغرب كامل،
والله يخليكم والله العظيم اللي عندكم بوتونسيال. بعض الخطرات انا استغفر الله العظيم وعوذ بالله قلت انا كنجلس مع دري ديال 20 21 22 عام والله يا خويا الا شي فكره خطيره فكره ديال مشروع وها قالها. الله يرضي عليك الله يرحم لك الوالدين وانا تنطلبك في هذا الفيديو حيد داكشي اللي من يديك وحيد داك التخربيق اللي كديروا فيه راه كيكلخ العقل راه جو تو جو اخويا الا كيكلخ العقل اقسم بالله الا كيخلي عقلك ما كيبقاش يخدم وكيرخيك وانا ما عنديش مع داكشي وما كنعرفش داكشي وكنشوف الناس منون خير اليوم بسبب داك التخربيق بسبب داك البلاي. الله يعفو عليكم الله يعفو عليكم نتوما الله يعفو عليكم. شوف انا غادي نجيبك واحد لافير اليوم تقدر تكون مزيانة شوف غادي تدبر واحد شوية ديال الفلوس سهل وانت اليوم الدراري ما تقولش ليا ما كتعرفش الانترنيت وما كتعرفش الفيسبوك ادس وما كتعرفش دير الاشهارات فيسبوك والدراري بيناتكم حيد فري فاير حيد هذاك التخربيق اللي كتلعب به هذاك راه ما خدامش ليك هذاك تضيع الوقت وكتقتل في العروق ديالك وكتقتلنا حنا معاك اللي كنشوفوا هاد الشباب هذا جالس اليوم بلا والو عام على عام عام على عام انت كتضعف وكتخسر في ذاتك وشي حاجه ما كاينه وكتندم من بعد كتقول يا ريت كون يشدني شي واحد من يديه. هذه الجمله اللي كنسمع يا ريت كون يشدني شي واحد من يديه ويقول لي سير تقرا وسير دير شي خدمه. راه دابا راه هي دابا شوف غادي تمشي يا كراج علل اي مدينه انت فيها مهم فيها واحد السوق الكرو ولا تي داكشي في المدينه مرحبا بك اخويا في الدار البيضاء اجي عندنا راه كراج علال درب عمر فيه الكرو. كون ذكي يمكن لك دير البيع عبر الانترنت ويمكن لك دير البيع عبر رجليك تاهما مزيانين بعض المرات الا ما كتفهمش في الانترنت دير رجليك كري طوموبيل كري موتور كري تريبورتر كري شي حاجه دير كاتالوج. غادي تمشي لدرب عمر وغادي تشد واحد التليفون صغيور ديالك واحد التليفون وغادي تصور كل برودوي دير له وهذاك مسكين اللي غتمشي عنده ما يقول لك حتى شي حاجه صور 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 دخل الدار قاد لا فوتو ديالك التصويره ديال داكشي وغادي ديرها نعم سي تصوب واحد الكاتالوج وغادي تبدا تمشي عند الناس. راه كاين واحد هامش ديال الربح خيال علمي اقسم بالله الا خيال علمي هادو كالكولاتريس ياك هذه كالكولاتريس هذه الا مشيت شريتي انا دابا من المحل غيضربني تنقز ولكن الا مشيتي للكرو غادي تاخذها بثمن وكاين هامش ديال الربح وتحيد المازوط وتحيد الصالير ديالك وتحيد كلشي وغيبقى لك هامش ديال الربح وانت رابح وبخير وفرحان. نوض صاحبي يشوف السوق نوض شم الهواء ديال سيدي ربي راه مزيان لك نوض شم الهواء ديال سيدي ربي راه مزيان لك. هذا موضوع ديال انت دايخ ما عرفتيش ودويت على الموضوع اخر في واحد الفيديو هي تكون وسيط ما فيها باس انك وسيط ما بين دار ما بين البايع والشاري وانت وسيط بيناتهم كتاخذ لاباي ديالك لاكوميسيون ديالك هادشي ما فيه حتى شي حاجه ديال العيب. انا اليوم غادي نهضر عاوتاني على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف وخطير وما كيعجبنيش نسمع الدراري تيسبوا في المشغل ديالو. علاش سهل عليك الله كنتي ما عندك والو كنتي ما عندك حتى شي حاجه دخلتي لواحد الوظيفه ولو قليله صاحبي ولو قليله راه هذيك القليله غير باش تبدا وانت ما عارف والو المشغل باش بغيتي يخلصك ما عندك حتى شي كومبيتونس ما عندك حتى شي كفاءه ما عندك لا الفرونسي لا لونغلي لا ما كتعرف تخدم لانفورماتيك ما كتعرف دير حتى شي حاجه الشيفور والشيف ماغازينيي ولا في الديبو ولا في ليفرور ولا شي حاجه كيعطيك على قد السالير ديالك وداك الشيء وانت كتبدا تشكي وتبكي وتحاول دير المشاكل في الشركه ديالك باش انا ذاك حتى هو راه كنسميه مقاول راه حتى هو كنسميه مقاول راه المقاول ماشي غير اللي كيخرج يدير المشروع ديالو ويدبر على راسو راه حتى ذاك السيد اللي كيكون في الوظيفه حتى هو مقاول لانه كتكون كتدخل لواحد السونتر دو فورماسيون داكوغ كدير كدوز لي فورماسيون كتستثمر في راسك كتستثمر في راسك كتكون عارف زيرو كتولي عارف واحد كتولي عارف جوج كتولي عارف ثلاثه وانت كتزيد وكتكون كتبغي تقربوا الله يرحم لكم الوالدين انا كنطلبكم هذوك الناس الموظفين موظف تقرب من المشغل ديالك شوف واش بغى ما تشوفش المشغل ديالك بحال بوعو بحال 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 شي غول راه غادي ينشفرني وغادي ينصب عليا وغادي ياكل لا 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 راه المشغل كان موظف راه هي غادا راه المشغل كان موظف والمشغل بهذيك الحرقه اللي فيه باغا الشركه ديالو تكبر
وهو كيصر على انه الموظفين ديالو يديروا الخدمه مزيانه وتجي انت تبقى تحطم فيه وتبقى تقول فيه شي هضره. شوف احترم الوظيفه ديالك وتعلم وراك باقي كدير اخطاء. هادشي كندوي على الناس اللي باقيين صغار ويسر عليهم الله ودخلوا لواحد الخدمه ومين دخلتي لهذيك الخدمه تعلم فيها اعطيها وقتها اعطيها وقتها ماشي تدخل سيمانه تخرج سيمانه اخرى شركه اخرى ودير هذه ودير. راه المشغل راه ما تيبغيش راه بعض الشركات راه ما تيبغوش هذاك التنقلات بزاف كتبقى دوز 30 شركه في 3 سنين راه بزاف وحده وجلس فيها وتمعن فيها وعرف بون الا كانوا فيها مشاكل خرج استقل. اما الا شي المشغل مزيان والشركه مزيانه وانت هذيك الحرفه كتعلم ليها تقدر تفيدك راه شحال من واحد اليوم دار مقاوله ديالو من خلال داك الدومين اللي كان فيه كنعاود راه ما خداش الكليان ديال الباترون راه غير دار شي شويه ودار راس المال ومشى تيمشى شي مدينه اخرى ومشى هذا وتيدير تقريبا لا ميم شوز والحمد لله يسر عليهم الله. الدراري الله يخليكم هاد لا فيديو انا هادي بغيت ندوي معاكم ونقول لكم احترموا نفوسكم راه قبل ما تحترموا الغير احترم غير نفسك واعطي نفسك واحد القيمه باش ربي يسهل عليك وتكون عندك واحد لا فالور في المجتمع باش الناس تشوفك. راه تخيلوا معايا راه اكفس حاجه في الحياه اصاحبي اكفس حاجه في الحياه هو تفيق الصباح ما تلقى ما يدار. انا هذه كنكرهها ما عرفتش بعض الناس غادي يقول لك اودي لا ولكن راه كنكرهها انا هذه. راه ما يمكنلكش تفيق الصباح وراه اقبح حاجه تفيق الصباح وما تلقى ما يدار. راه الخدمه شريفه شي تلبس القميجه وتلبس الصباط وتلبس الجين وتم خارج انت و8 ونص تسعود وتلقى ما يدار وتليفون كيسوني ولا نعم اسيدي وكذا لا ما مسلكانيش وكتبقى بالحياه بحال سي دو سبور سي دو سبور سي دو سبور سي دو سبور. تصلي الصبح بوحدو والظهر بوحدو والعصر وتعقل على النهار ديالك ودخلت انت مع السوا وتقول اي اي انا عيان دوز نهار مكارش اخو تكا وتريح. واذا تحترمك ودخل شي حاجه في يدك اصاحبي وتمدها ليهم ودخل القفيفه وانت يصبح صباح عليك طويل وكتخرج طويل وكتدخل طويل ولا حول ولا قوه الا بالله. الدراري الله يرحمكم ديروا بهضرتي ولو غير شي شويه. انا راه ماشي يوتيوبر كان بهذه الهضره باغي ندير بك 4000 ساعه ولا باغي ندير بك المشاهدات. ما دير لا ابوني لا لايك. انا غير الا تفرجتي فيه قول الله يرحم الوالدين وخونا هذا راه الله يجازيه بخير راه كيوعينا شي شويه وهذا هو اللي غادي نطلب منك. وتبارك الله عليكم وعى 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 الله يجازيك بخير وعى معنا وعاي معنا تانتي. تبارك الله عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.